سيد الرئيس، سيد الوزير الأول، السادة الوزراء، زملائي، زميلاتي النواب، سواء أسرة الأعلام، السلام عليكم. الزول في اللون مقران. اليوم أنا هنا باش نناقشوا مشروع الحكومة وللمرة الثانية. بالنسبة لنا مشروع الحكومة هذا كجبهة المستقبل، نتكلم لأني نائب من هذا الحزب، نقولوا أنه مشروع الحكومة جاء بعدة أفكار. احنا حنناقشوا نقطتين اثنين. أول شيء راح نقوله في هذا السياق أنه هذا المشروع اللي تقدم لنا وعرضه علينا الوزير الأول ما عندوش ضوابط، ما هوش محدد بوقت وبمواعيد معينة. أنا كنت نتمنى أنه يعطينا مواعيد معينة باش نقدر احنا كي نمشيو عند الشعب نقول لهم في هذا الوقت بالضبط راح يتم المشروع الفلاني، وفي هذا الوقت احنا نقدروا نقضيو على كذا وكذا. هذا من جهة. من جهة ثانية، الفكرة تاع اللجوء إلى التموين الغير تقليدي. بالنسبة لنا كجبهة المستقبل أنا نقول لازم نتريثوا ولازم نسمعوا لخبرائنا، نسمعوا للتقنيين تاعنا، لأنهم أكيد راهم يحوسوا على المصلحة تاع البلاد كما نحوسوا عليها احنا كنواب كشعب كأمة. إنه الجزائر هذه سفينة، إذا غرقت احنا غرقوا كل، مش راح يقعد واحد يعيش في بلاد أخرى ومش واحد راح يقبلك في بلاد ثانية. لذلك نقولوا احنا هذه الفكرة الجديدة اللي جات احنا نقولوا ممكن نبتعدوا عن الاستدانة، لكن شوفوا واش راح تجيب لنا. حتجيب لنا أمور أكثر وأكبر. الأمور اللي راح تجيبها لنا حتجيب لنا تضخم في المال، وإذا كان عندنا التضخم راح يكون الفقر، راح نلحقوا الأمور احنا في غنى عنها. إذا كان هكا احنا جبهة المستقبل أنا نقولوا كاينة حلول ثانية، كاينة أمور ثانية قادرين نمشيو بها. نمشيو مثلا بالفكرة هذه اللي دتها تركيا، علاه احنا نروحوا نمثلوا نفوسنا باليابان؟ علاه نمثلوا نفوسنا بأمريكا؟ احنا ماناش كيما هما، ماناش كيما إنجلترا. نشبههم في الاقتصاد؟ عندنا نفس العملة تاعهم؟ عندنا نفس التقنية تاعهم الأمور اللي يمشيوا بها؟ احنا عايشين في البيروقراطية. يعني كي نجيو باش نشبهوا رواحنا، نشبهوا برواحنا بدون نقدوا أن نمشيوا كما هي. مثلا الفكرة التركية، واش دار الفكرة التركية؟ جا حكم دار عملة جديدة، الناس تفرضت عليها اللي عندها رؤوس الأموال أنها تمشي وتحط العملة تاعها وتغيرها. أنت البارح سيدي رئيس الوزراء قلت بلي 50% من أموال تاع الجزائر في السوق الموازية. اتخذ قرار شجاع، امشي سيدي الرئيس وقدم هذا، قول لهم راح نغير العملة. الناس تضطر اضطرار أنها تجيك، تضطر أنها تحط أموالها في البنوك، وبهذه الطريقة احنا حنخرجوا من الأزمة. احنا نقولوا سيدي الرئيس تريثوا، جبهة المستقبل تقول لكم تريثوا، اسمعوا الخبراء. مازال قدامنا الوقت، والجزائر مازالت بخير، ورجالها والشعب نهار كي تعطيهم الحقيقة راح يمشي معاك. ما كانش يحب الجزائر، ما كانش يحب الجزائر غير الجزائريين، والمواطن البسيط هو اللي يحب الجزائر بل يعشق الجزائر. تفضلوا بين ولده وبينه يقول لك نعم نحب الجزائر. هذه بالنسبة لبرنامج الحكومة. أنا عندي 5 دقائق لازم نحكي على ولايتي، ولاية باتنا. راح نقول برنامجكم نعم جا فيه مجموعة من النقاط وانا نحييها، قلت بيري عندنا راح تمشيو في كل المجالات. انا حاليا راح نتكلم على بعض المجالات. في برنامجكم تقولوا بيري الكهرباء راهي مغطيه في الجزائر نسبه 99%. سيدي الوزير عذرا، اذا كانت في الجزائر مغطيه 99% الكهرباء، واش معنى مش التاسه في راس العيون ماهيش مغطيه؟ اذا كنا نقولوا المياه وتكلمنا عن المياه وهي عنصر مهم يمشي بها شريان المجتمع، ماء الشروب، عندنا عده اماكن ما فيهاش الماء. نذكرك على سبيل المثال الحصر، اسمومي، شعبة عمار، في ولاد سلام، عندنا كذلك بلدية مروانة كامل تعاني من هذا الشيء. عندنا ولاد حريزة في واد المالي عندهم 6 شهور ما جاتهمش قطعة تاع ماء، مش بالعشر ايام، 6 شهور ما تجيهمش قطعة تاع ماء. كذلك إذا تكلمنا عن الغاز الطبيعي ونقولوا لحقنا النسبة الوطنية 50%، كيف نلحقوا 50%؟ كاين بعض البلديات لحد الآن مازالت 17% منها ولاد سلام، هنشيرة يفوت عليها بعيد عليها 10 أمتار. هذه هنشيرة أمس في مروانة ما عندهاش، واش ما عندهاش؟ ما عندهاش الغاز الطبيعي، يفوت عليها 10 أمتار بيناتهم. نجيو عند الشعبة ما كانش، كندة في راس العيون، الأماكن اللي نذكر فيها متأكدة من كلامتي وكل ما فيهاش الغاز الطبيعي اللي عاد الآن مستعمل وعاد واجب أنه يكون. حندور بسرعة عندنا الشباب، البارح تكلمتوا على عقود ما قبل التشغيل. عقود ما قبل التشغيل ماهيش حل، لانه حل مؤقت، والشاب ماهوش راح يقدر يعيش ب 800,000 وما يقدرش يتزوج ويخرج منها بالحياه الطبيعيه ب 1800 و 1500. نحكي حل الطرقات، احنا عاود نرجع للطرقات المهتريه، عندنا كل من شدي علي نمر، مروانه، عندنا اينا حفصي في تل خمت، عندنا مناطق عديده رانا نعانيو. اذا تكلمنا كذلك على الامور المجمده في باتنا، عندنا المطار، المطار اهتموا به. اذا تكلمنا كذلك
شكرا سيدة بسمة عزوار الكلمة.